شو ليه؟ شبيك شكلك اشطحتي بالحشوشة. جايز انا حاسه ان احنا عم نعمل شيء كثير غلط. مو اسمع حاسه عم تعمل شيء كثير غلط. والله اذا امي بتعرف فيه بموتني. ان شاء الله بتموتني. ميمي 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 بلشت تحس انه نحن بالمدرسة. اصلا هي مصاصتي، مصاصتي كبيرة وملونة، ما بخلي حدا يلحس من مصاصتي. بلحس مصاصتي. لا تخلوا حدا يلحس من مصاصاتكم لأنه من تم لتم بتموت الأم. خلونا نتسلى وننبسط. بقى في شيء ما يصير عند سنان يا بعد شبي. ساعديني ساعديني بقول لك. ايوه مدي 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 مدي. ها 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 اقعدي. اها سرقت لك شغله اليوم ودها تعجبك زين. قعدتني مشان تقول سرقت لك؟ هاي سرقتها من الشباب. هاي قال يسحبون وتزهزه. اقدم اقدم الى قلي دور على القداحه وين قدام القداحه. سرقت زاد قداحه من المطبخ. انا اليوم سنانه سراك. ماشي عليك. يمه. اسحبي اسحبي خذي خذي اسحبي جوا وطلعي من خشومك. ايوه الله الله وين وين صحة صحة. اسحبي 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 خلنا نجهزها. الله عمر لا حدا يرث ويلاه ويلي. هاتي حبه هاتي حبه. امحه. ثانك يو. جوابو لازم اقضي على كل نواطير المكسيك واستلم اني كل النطارة بالمكسيك. سينيور سينان كار، كل نواطير المكسيك متآمرين بدهم يقتلوك. خلاصي خلاصي يا ول، ودي اقتلهم كلهم، ودي اقتلهم، وقبل ما اقتلهم ودي اقتلك انت بالذات. نو نو نو، بس قبل ما اقتلك ودي اصطهج. اسمع
لا 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 يا شباب يا روحي يا 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 شباب يا جايز يا حبيبي طول بالك اشكون لا اشكون لا لا مو وقت العيد لك لساتنا الدنيا صيف ما في عيد ولا من يحزنون اشكون ليش مكتر غلبي لك على اللبس هذا اللبس والله يا روحي هدول جيرانكم هون بالفيلا اللي جنبكم خبروني عندهم عيد ميلاد بده يتصوروا الاولاد معي خلصنا شغل اتركوني هون ما وصلوني طلعوا نور همج خبرت لشوفير تاكسي بعرفه قال بده شي ساعتين مشيت هيك قلت بدخل لعندكم بتسلم على الناطور شوي طلعوا لي الجايز كلهم طلع بالطياره اهلا وسهلا طلع طلع يلا طلع ليلة عيد ليلة عيد ليلة ليلة عيد غير ولاد عند ولاد عند العيد وهيك الترتيب انا اللي كنت مفكركم جايزات ولاد عالم وناس طلعتوا قوبه نور وكدش ايوه شغلوا لك دب شغل يا نور يا كدش يا زعران مبسوطين روحي؟ مبسوطين عمري؟ كثير كثير والله شي بزرق مرتبة اه شغل لك دب طفي شغل لا عشكو لا والله شي مرتب على عيني اسمعوا لي النكتة روحي اسمعوا لي النكتة بيرفع بعلي شلون خيو مرة كان هيك في ريجار مفتوح يا جايزاتي أنا عم بعاني لا أنا عم بتجأجأ لك أنا عم بتطاوج لك أنا كل ما نويت أنسى لأي مال علاوة لك بابا نويل فرع أوروبا بيش أحسن مني آه يعني أنا مو حرام ما يكون عندي بيت لك لعلا بيرك بالأجار أنا تيابي شحيدة أكلي في الدين يعني عيب الواحد مد إيده غير لله بس يعني أنا سبحان الله حبيتكم وقلبي شرح لكم حبيت هيك أفضفض جراباتي عندكم إن شاء الله نومات فيستو يا شباب يا شباب يا غيو بلش الشغل أول شغلة عاد الحق إلى أصحابه تعالوا نشوف إيش في ما في معكم شو جربان ولاق مأمل وبتشق إن شاء الله الفرع يا أندابوري بصلي لك يومين عم تحشش حسابي برفي الراس ايوه ما في شي طاير جيوب فاضية احلى شباب احلى خلق شكلها الساعة كويسة اطلعي ايش بك انت ايش دانك كيش فيكي لمانك لابسة شي لا تخبي ان شاء الله بسلم لي الموزي وانتي كمان مثله يلا جود باي يا شباب عدم مؤاخذة من رجلك الكريمة عشان ما يتغير عليك شي روحي رامي زحج لك شوي صوريني صوريني أنا معه ليكو رح نزل الصورة على الفيسبوك واعمل لكم تاج ايه نزليها واكتبي انه نحن كتير مبسوطين وحطي ها 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 لانه عند رفيقتي هي موديل وعمل شفافة مثل بطبوط عادي حبيبتي هي اساسيات الموديل العربية عنا تفضلوا يا جماعة ها وهي قلب احببته اللي حضر حضر واللي ما حضر راحت عليه ها 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 وهي قرد مغمض عيونه من كتر ما متسلى
هاي اضحكني وتاج لفريد يخرب بيته ما اكذبه ليكو قاعد جنبي مثل العنز الجرباني. يخرب بيتك يا فدان البقر شو بتضل فيضحنا. ها 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 وجه احمر مرتفع حرارته من الزعل وقرد مغمض عيونه ومسكر فمه. واو نزر فقات الشباب للسوسو بعتوا لي قاد. واو ياي كثير منيح، بلكي هيك بتلاقي فارس احلامك ونخلص من همك يا عانسه مايا. شو قلت؟ انا عانس؟ هيك عم تحكي معي يا سيزاي؟ من هون ورايح ما بقى بتحاكيني لا هون ولا عنت، عم تفهم؟ انا مالي عانس، انا في حوالي كثير شباب راكدين وراي وبيموت علي، بس انا اللي عم برفضهم تعرف ليش؟ لاني ناطره بطل من ابطال مسلسلات يلي بحضرهم، عم تفهم؟ بعده هيك عرفت ليش عم بعد عنا؟ ليش؟ إيه أنا سقفي إيش بقى عبسي بأفلام كرتون؟ شو جابني لأبطال مسلسلاتها؟ لك لا هيدي باجات المسلسلات والعرسان كلها تحافظين وبالآخر كلها تفالصوا حقون الصفرنك. الو سوسو، بحب اعرفك جمال جارنا ببناية اهلي، ياسمين رفيقتي. هاي يا سوسو. تفضل فوت. يعني انت ليش محسسني انه انت ابوها لمايا وانا استاذة؟ والله انت الاجدر، انا بقول له ما تركت ولا لقمة بيقول لي وصلت اللقمة للتن، يا اخي مو صحيح. فرد شو يا حبيبتي؟ كف السيرة للآخر شي مرة واحدة، أنا معي حق فتنشي لجيب فرد. صح. أنا استنيتك لحتى تروح على التصوير، طلعت الشبتة وكبيت الفرغة بغرفة البنات مشان تشك فيهم. أبو سطيف غاز، أهم تاجر مازوتو على مستوى كبير. أنا بحبك، بحبك من كل قلبي.